افتكر نفسه بيلعب كرة قدم وبيرمي الكرة براسه. فيديو انتشر على السوشيال ميديا لجندي روسي وهو بينطح طيارة بدون طيار من طراز FPV براسه، وكمان ايه بمهارة وثبات. الدرون اتدمرت وهو ما حصلوش حاجة، وده يمكن شيء غريب ان بعد النطحة اللي انتوا شايفينها دي يفضل عايش. ايه النطحة دي؟ يعني اشادات بمهارة الجندي الروسي، وطبعا نزلت او الناس كتبتها على السوشيال ميديا زي صالح اللي قال تدمر الدرون وما تدمر راسه وما تدمرت راسه. حلوة. كمان في تويتة فرات سأل بايش كان بيفكر لما نطح الدرون. اما بقى في تويتة من عبد الرحمن اللي علق قال لا دي حلقة قوية.